صباح الخير. نهار اليوم رح تنخفض درجات الحرارة، رح تكون الأجواء غائمة وصيفية في أغلب المناطق مع هبوب رياح نشطة السرعة. هاي الرياح رح تكون مثيرة للغبار والأتربة. بالانتقال لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تواجد كميات من السحب في سماء المملكة اليوم. بالنسبة لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، رح تكون الأجواء صيفية خلال ساعات النهار وطقس مائل للبرودة ليلا مع ظهور بعض السحب المنخفضة في العديد من مناطق المملكة. رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. إربد 29، المفرق والزرقاء 30 درجة. رح تسجل درجات الحرارة نهار اليوم بعجلون 26، جرش 28، شرق عمان 30 درجة، أجواء غائمة وصيفية. غرب عمان 28، مادبا 29، ووصل 30 درجة. البحر الميت أجواء حارة 36، الكرك 26، والطفيلة 27. معان أجواء مغبرة 29 درجة، والعقبة أجواء حارة و38 درجة. هاي الليلة رح تكون الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق. رح تسجل إربد 21، المفرق 20، والزرقاء 21. جرش وعجلون 18، شرق عمان أجواء مائلة للبرودة 20، غرب عمان ومادبا 20، والسلط 21 درجة. البحر الميت 27، الكرك 17، والطفيلة 19. معان 19، والعقبة أجواء مائلة للحرارة و26 درجة. بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية، رح تكون الأجواء ممتازة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية. بالنسبة للصحة، رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل ضعيف للإصابة بأغلب الأمراض. أجواء ممتازة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية.